واحنا مخدوعين. فلازم يتعرف. لو كان هناك شبهة، واحنا هنتكلم في الكلام ده في حلقتنا الجاية بقرائن، قرائن بسيطة جدا ولكنها هامة وجوهرية، بيتم استدعائه والتحقيق معه. رد صادم من نهاد أبو القمصان على تقرير الطب الشرعي لنير أشرف. ضحية جديدة لقاتل نير أشرف تروي تفاصيل مثيرة. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. كلية وكل واحد لحاله، أما كلمة السلام عليكم هي ما بتقولهوش، هي ما تعرفوش غير هو في الجامعة بس. اللي يقول غير كده يبقى هيقعد لعياله. بس حاسة أنا عايز أطلع أتكلم مع حد، يعني نفسي حد لو يعرف يساعدنا، يعني مش عارف. رد صادم من نهاد أبو القمصان على تقرير الطب الشرعي لنير أشرف. ما زالت قضية نير أشرف المعروفة إعلاميا بفتاة المنصورة تحمل الكثير من الألغاز والتفاصيل المبهمة. هذه الفتاة التي لقيت مصرعها على يد زميلها محمد عادل، ولم يتوقف أحد عن البحث في أدق الأمور الخاصة، إذ حاولت الكثير من الشائعات النيل من سمعتها وشرفها بشأن فض غشاء بكرتها. ولكن ثبت في تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف عن غشاء بكرة المجن عليها تبين أنه سليم ويخلو من أي تمزقات قديمة وحديثة. وعلقت المحامي نهاد أبو القمصان أبرز أعضاء المجلس القومي لحقوق المرأة على تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجن عليها نير أشرف والمعروفة إعلاميا بفتاة المنصورة. كتبت أبو القمصان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ده يا خبر مضروب يا تقرير الطب الشرعي، ده مضروب، لأن لو حقيقي اللي كتبه يتجازى ويترفض من شغله. ضحية جديدة لقاتل نير أشرف تروي تفاصيل مثيرة. أعلن عزة خشب خال إحدى الفتيات تدعى منى عصام أن الشاب قاتل طالبة المنصورة حاول الابتزاز والتشهير بابنتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 5 أشهر لرفضها إعطاه رقم هاتف نير أشرف ضحية حادث القتل. وتابع خشب أن شقيقه الأكبر وأبناء الأسرة من الشباب توجهوا للدفاع عن ابنتهم منى إلى منزل الشاب القاتل لتحذيره، مستشهدا بقوله: خالي القاتل محمود ضربه على سخنة لتهذيبي وكان خايف نكسر عظمه بسبب تهديده لبنتنا، وتقدموا ببلاغات ضد الشاب المتهم في حادث نيرة. وقال خالو الفتاة منا: حسبنا الله ونعم الوكيل في شاب القاتل واسرته، ما عرفتش تربيه ولازم القصاص بالقانون لدم البنت اللي سال على ارض ابواب جامعة المنصورة، ربنا يرحمها ويصبر اهلها يا رب العالمين. في ذات السياق كشفت الفتاة من عصام زميلة الفتاة ضحية حادث جامعة المنصورة أنها رفيقة الدراسة وصاحبة العمر لعروس الجنة التي رفضت أنفاسها الأخيرة في الحادث البشع أمام بوابة تشكي بجامعة المنصورة، مؤكدا أن الشاب القاتل واصل طوال 3 سنوات دراسية محاولات الارتباط بها والتقرب منها سعيا لخطبتها والزواج بها، ولكنها رفضت بدعوى التفكير في مستقبلها دراسيا قبل مراحل الزواج. طرف ثالث ربما يعد قضية نير أشرف لساحات القضاء في مصر. تطورات مستمرة تشهدها قضية الطالب نير أشرف، آخرها تقدم والدها ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في مصر يتهم شخصا بتهديد ابنته هدير. بدوره اعترف الشخص المقدم بحقه للبلاغ وتواصله مع هدير شقيقة الطالب نير أشرف، وذلك في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، وأكد أنه تحدث مع هدير بالفعل وكان بينهما محادثات بعضها مسجلة دارت حول وجود طرف ثالث له دور في عملية القتل، وتم كشفه بالصور من كاميرات المراقبة لحظة الحادث، كذلك ظهر في العزاء وهو لم تتقبله هدير وتعاملت معه بعصبية وحدة زعما أن أسرة نير أجن جنومهم عندما كشف عن وجود هذا الطرف الثالث الذي رصدته الكاميرات وكان مرافقا للقاتل محمد عادل لحظة ارتكابه لجريمة القتل. خاص والد نير أشرف نتعرض لتشويه متعمد وسأتقدم ببلاغات بعد العيد. أكد أشرف عبد القادر والد الطالبة نيرة ضحية الغدر بالمنصورة في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أن الأسرة تتعرض لمحاولات تشويه متعمدة من بعض الأشخاص المأجورين خلال هذه الأيام لإضاعة حق ابنتي على حد تعبيره وللوقعية والفتن بينه وبين أقاربه، وآخرها الحملة المضلة التي قادها أحد الأشخاص لتشويه صورة نجل شقيقة محمد الإتراس واتهامه بالكذب عن طريق التشكيك والإيحاء بأنه كان على علاقة بالمتهم القاتل محمد عادل.
والادعاء بالكذب بأنه كان يرتدي تيشيرت أصفر بالقرب من القتل عند قيامه بقتل ابنتي. وأضاف أن نجل شقيقتي في منزلة ابني وكان وقت الواقع والحادث في مدينة المحلة الكبرى، وهو أول من أبلغني بالحادث وذهب برفقتنا إلى مدينة المنصورة، ولم يتم التحقيق معه نهائيا أو توجيه اتهام له طوال فترة التحقيق وحتى صدور حكم الإعدام، وتلك التصورات واللائحات باطلة. وأشار والد الطالب نيرة ضحية الغدر بالمنصورة في تصريحات الخاصة لبوات أخبار اليوم أن نجلته وهدية تعرضت لتهديدات هي الأخرى من ذلك الشخص الذي قام بالترويج على بعض صفحات التواصل الاجتماعي للاتهامات والإيحاءات الكاذبة بحقل تراس نجل شقيقتي برسالة تهديدات لها هي الأخرى عبر رسائل على صفحاتها لقيامها بكشف كل أكاذيب، مؤكدا أنه في حالة عدم التراجع عن تلك الأكاذيب المزعومة والتهديدات سوف يقوم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بالتقدم ببلاغات لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت بمدينة طنطا ضد ذلك الشخص المدعوم والذي يدعى إنكاف لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله بما يحفظ حق الأسرة. وكانت أسرة الطالب نيرة أشرف ضحية الغدر بالمنصورة قد كشفت عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتمثل في وجود شخص مجهول على صلة بالأسرة الظاهرة بالقرب من القاتل محمد عادل أثناء ارتكاب الجريمة بمدينة المنصورة، ويرتدي أحد التيشيرتات باللون الأصفر في إيحاء بوجود علاقة له بالقاتل. وأضاف التراس أنه يوم ارتكاب الواقعة كان بمنزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. مجهول يهدد أخت المصرية نيرة أشرف بذبحها بالسكين كشقيقتها. تقدم أشرف الغريب والد الطالب نيرة أشرف القتيلة ذبحا في المنصورة ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بعد تلقي ابنته هدير أشرف تهديدات من منصة في فيسبوك لشخص ما مجهول يدعى عمر ولا تعرف عنه شيئا بحسب ما نقل موقع مصراوي عن والدها. وذكر الأب أيضا أن هدير تلقت من عمر رسالة سب ووعيد بأن تلقى مسير شقيقتها نيرة من دون معرفة سابقة به، الأمر الذي تعاملت معه الأسرة ببلاغ حررته أمام الجهات المعنية. وأضاف أشرف الغريب أن الأسرة تتعرض عبر وسائل التواصل لكثير من التهديدات وتشويه السمعة منذ الحادث، مضيفا أنه لن يترك حق أسرته وسوف يتقدم ببلاغات ضد أي شخص يسيء إليها. المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف انتم مجانين ترند وابن عمتها هو السبب. أوضح عمرو الكاشف الشخص الذي اتهمته هدير شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أنه هددها بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا أنا كان هدفي أن أساعده، أول واحد اكتشفت أنه في واحد موجود في الفيديو. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب تصريحات أحمد رجب؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.